بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يا جماعة أول درس مراجعة في دروس البلاغة، هناخد كام قطعة ونبدأ نتدرب عليهم. القطعة الأولى عندنا الشاعر بيقول: رب ليل كأنه الصبح في الحسن، وإن كان أسود الطيلسان، هرب النوم عن جفوني فيه، هرب الأمن عن فؤادي الجبان. بيسألني ايه اللون البياني اللي موجود في البيت الاول. لون بياني يعني بندور على تشبيه او بندور على استعارة. هو هنا مديك الاختيارات اربع انواع من التشبيه. تعال نشوف ايه التشبيه اللي موجود في البيت الاول. هنلاقي الشاعر بتاعنا بيشبه الليل، ادي المشبه، كأنه، ادي اداة التشبيه، الصبح، ده المشبه به، في الحسن، ده وجه الشبه. يبقى التشبيه اللي موجود عندي في البيت الأول هنا هنلاقيه مكون من أربع أركان، والتشبيه المكون من أربع أركان هو التشبيه المفصل. يبقى الإجابة هنا هتكون تشبيه مفصل. السؤال الثاني، ميز نوع اللون البياني في قوله هرب النوم. زي ما قلنا في السؤال الأول، اللون البياني معناه الاستعارة أو التشبيه. فلما نيجي نبص على الجملة دي هنلاقي هرب النوم، هنا النوم مش بيهرب، الهروب ده صفة من صفات الإنسان، فهنا شبهت النوم بأنه إنسان يهرب، يبقى المشبه اللي هو النوم موجود، والمشبه به اللي هو الإنسان مش موجود، فدي هنسميها استعارة مكنية.